بوندونتيف ديال الحضور غزاله كتجي في اللبسه ديالها كتحمق. اهلا اختي صفاء لاباس عليك؟ الحمد لله ام صابر لهلا اختك الزينه، انت كي راكي دايره لاباس عليك مزيانه. شوفوا البنات بوندونتيف ديال الحضور كتهبل كتهبل، كتجيب اي لبسه سلسله كانت عندك سلسله مزيان، ما كانتش عندك راك كتدخلي لنا الواتساب نشوف لك السلسله على حسب المقدور ديالك المادي. شوفوا البنات كيفاش دايره، الثمن ديالها 6500 درهم اللي هي 130 الف ريال 650 اورو. التعليقه ديالها فاش كتعلق الصح والعمل، كذلك البوندونتيف كتهبل البنات. شوفوا الشكل ديالها كيفاش داير، شي حاجه اللي واعره مودرن وغزاله في اللبسه ديالها، كتجي واعره في اللبسه ديالها. تعليقه كتسطي فوزيها ومادو التعليقات غادي تشوفي غير السلسله، نشوفو لك السلسله الزينه 6500 درهم لهاد التعليقه هذه اللي هي 130 الف ريال 650 اورو. كتهبل البنات، اللي عجبتها غادي لها سكرين غادوز عندي الواتساب، غادي نعطيها اي معلومه بغاتها كما بغات تكون هذه المعلومه، سواء العرض سواء الطول سواء الجرامات اللي بغات، مرحبا والف مرحبا. غنمشي لكم لعصير الصابون اللي كانوا طلبوه ليا بزاف ديال البنات اللي كانوا يقولوا بغاو عصير الصابون. راه اليوم جبناه لكم ب 440 درهم الغرام، حيت ما طاحش فيه الثمن بزاف، هو راه ثمنه طالع، ولكن جبناه ب 440 درهم الغرام. اليوم جبنا لكم يعني حنقولوا حنا تقريبا برومو ب 440 درهم الغرام، حيت انا عارفه غادي تقول 440 ماشي برومو. ها نتوما البنات غزال 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 عصير الصابون. بالنسبه للناس اللي كيبغيو هاد الموديلات تاع عصير الصابون الشكل كيحمق، داير 13600 هاد العصير الصابون مليون. واش ها هاني الوسط صافي، هاني في هاني في الوسط. هذا 13600 البنات اللي هي مليون و 72 الف ريال ياك رشيد، ياك ما غلطتش في الريال. 13600 درهم مليون و 72 الف ريال اللي هي 1360 اورو، 1360 اورو لهذا عصير الصابون. بالنسبه خاتم دم هذيك خاتم دم راه ما فيهش 2500، ما فهمتش خاتم خاتم دمريش خاتم ديال المارياج ما يفوتش 2500. دوزي عندي واتساب اختي سلمى ومرحبا، راه كاينين ديباك تاع المارياج اللي هما زوينين باثمنه مناسبه. هذا البنات دار 13600 1360 اورو اللي هي مليون و 72 الف ريال عفوا. عصير الصابون كيحمق البنات، ما عرفتش واش ما يجيش قد يخلص. ها نتوما البنات عصير الصابون بالنسبه للامهات الجدات حتى نتوما علاش لا، شي حاجه اللي ناضيه البنات كيحمق. اللي عجبها غادي دير له سكرين، غدوز عندي الواتساب نعطيها اي معلومه بغاتها، غير ما تنساليش الدوره ديال يدها، تاكدوا من الدورات، لازم تكونوا عارفين الدوره ديال يدكم شحال كتلبسوا، لا بخصوص الدمليج ولا بخصوص البراسلي، باش مين تدخلي عند الذهبيه تقولي له بغيت هاد الحاجه تكوني عارفه شحال كتلبسي يمشي لك ليها نيشان. نتوما البنات كيهبل كيهبل. شو باكي نعرفتك انا كتدور كولي لي القياس الله يحفظك. رشيدة مرحبا اختي رشيد، فين هي المسطرة خويا؟ فين المسطرة؟ خود جيبها عافاك 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 عافاك. واش عليها؟ خصني نوض دابا احسن عواني. فلا من تشوفني جايه نايض وجدها الكرسي كيعذب. حرامي راني راني سامعه حق الله. هذا البنات هذا فيه 6.4 6.4 في الدوره 6.4 في الدورة، هذا هو الدورة ديالو، الثمن ديالو 13600. غنمشي لكم لهاد الخميسة، هادي خميسة كتسطي البنات، خميسة واعرة كتشكل ديالها كيجي كيهبل في اللبسة ديالها. شوفوا خميسة كتحمق البنات، شي حاجة اللي واعرة ملكية وحاجة كتهبل. أثمنة اليوم راها جد جد مناسبة فوق المناسبة،
غير اللي ما بغاش البنات كتخبي فلوسك هذه الاولى كتزيني وكتكوني في قمه الرونق والجماليه ديالك شي حاجه اللي غزاله غزاله البنات شوفوا هذه دارت 9700 درهم اللي هي 194000 ريال 970 اورو 9700 درهم 194000 ريال 970 اورو لهذه الخميسه اللي فيها هذه موتيف على شكل خميسه كذلك الخميسه كلها يا البنات ما فيها لا حجر لا والو سوى هذه البطينه هنايا بخد الدار شي حاجه اللي واعره 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 في البلاصه ديال هاد البنات كما قلت لكم كتلبسيها كتجي في قمه الرونق ديالك في قمه الاناقه وكذلك تخبيها الفلوس الا كانت عندك شي بركه وبغيتي تخبيها باش ما تضيعيهاش في الحاجه اللي هي ما تستاهلهاش هانتوما البنات اللي عجبتها غادي لها سكرين دوز واتساب مرحبا والف مرحبا انا عطيتكم حتى هذه الطول ديالها على الشلده باش تعرفوا الطول شحال فيها غنحاول نعطيكم الطول غير ديال السلسله اي ديال الاخرى بلا دوك لي موتيف اللي فيها غير الخميسه بوحديتها بلا التعليقه ديالها بلا العلاقه ديالها بلا والو غير الخميسه بوحديتها البنات فيها 7.4 7.4 سنتيم في الطول 7.4 في الطول سنتيم في الطول البنات بلا هاد لي موتيف بلا التعليقه يعني ملي تجي معاها شي سلسله غادي تجي قتاله في اللبسه ديالها غادي نمشي لكم لهاد لاباك هادي ديال الحضور اللي كتمشي معاها اي تعليقه كانت هنايا كتجي ناضيه في اللبسه ديالها البنات شي حاجه اللي غزاله 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 كان ديال الحضور كيهبل حاجه واعره ما تندميش عليه ما فيه حجر اللي يطيح لك ويضيع المنظر ديالو وفي غير هذيك الحجره الخضراء باش كيعطيه واحد الموديل واحد الشكل غزال شوفوا الخاتم كيفاش داير شي حاجه اللي كتهبل البنات كتهبل خاتم دوبلو صحيح ديال الدوام خبسيه السبعه كنتي مهنيه ومرتاحه حاجه اللي روعه شوفوا البنات الدوبلاج ديالو داخل كيفاش داير مدوبل من الداخل وصحيح وحاجه ديال الدوام غير ب 2700 درهم اللي هي 54000 ريال 270 اورو 2700 درهم 54000 ريال 270 اورو خاتم ديال الدوام خاتم تنسيه في صبعك تلبسيه وانت هنيه ومرتاحه وحاطه 2700 درهم في خاتم يستاهل فريمون خاتم كيحمق البنات غير ب 2700 درهم مدوبل وغزال كاين لاباك اخرى اللي غادي نلبسها لكم حتى هي ديال الحضور كذلك وديال الدوام ديال ديما يعني تلبسيها في الحضور تلبسيها في ديال ديما تقولي له هاد الثمن ما يتيقكش اللي قلتي له ان هذا خاتم دوبل في الصح والخدمه المتقونه ديالو ما يتيقكش دوك انا شي ثمن طاح ليا هنايا ديال هادي غادي نمشي لكم لهاد الخاتم هذا خاتم حتى هو زوين البنات شوفوا كي كيجي معمر سبع وعاطي العين خاتم ديال الدوام حتى هذا والله حتى غزال يستاهل اكثر حكيمه سلام زين لاباس عليك وعليكم السلام حبيبه كي دايره بخير كي مزيانه كبقيتي شويه كي مليحه والله حتى غزال يستاهل فوزيه الزين ديالي لهلا يخطيك كبيضه شوفوا البنات شوفوا شوفوا خاتم كيعمر السبع كيجي غزال كيجي كيهبل وتبتي انت وصاي بقات تثبت هاد البواطه شوفوا البنات خاتم ملكي 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 شوفوا الخاتم كيفاش داير خاتم ديال العشق شوفوا الصح والخدمه والعمل والاناقه والجمال شي حاجه اللي كتهبل غير ب 2500 درهم اللي قلتي له خاتم بحال هذا ب 2500 درهم ما غيتيقكش فريمون لان فريمون البنات خاتم كيسطي شوفوا غير اللبسه ديالو كيفاش داير انا راه كبير عليا كنت جديده بيضاء وصحيحه على يدي غيجيها هو هذاك غيجيها كلاس غتلبسو غيعجبوها صباعه عندك وضرب راسها بالعين شوفوا البنات 2500 درهم من هذا الخاتم شي حاجه اللي واعره البنات غزال تبارك الله لاله اختك حكيمه اختي انت الغزاله بغيت كورميط اليد كيفاش داير هذا الكورميط الزين ديالي سامبل ولا الويت ولا الاس ومرحبا بك زينه سلام زين منوره توحشناك فاتي توحشك الخير والربح حبيبه لاله اختك كبيضه انا توحشتكم وكاع اللي ما شفتش فيسبوك ديالهم في اللايف عندي راه كنقول يا ربي يطلعوا معايا شوفوا البنات 2500 درهم البنات 50000 ريال لهذا الخاتم 250 اورو حاجه ملكيه 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 حاجه غزاله غير ب 2500 درهم اللي عجبها البنات غير سكرين دوز عندي الواتساب مرحبا بالنسبه للبنات اللي انا عارفهم كاين اللي كيبغيو يعرفوا الدوره ديال السبع ديال الخاتم في اللايف غادي نقول لكم الدوره بدون اي اشكال وبكل فرح دونك البنات هذا فيه 1.7 1.7 سبحان الله فيه 1.7 ولا ما جاش قدي ما عرفتش انا صبعي كيرقق ما بين ليل ونهار 1.7 البنات لهذا الخاتم هذا
غزال غزال غزال. اللي عجبها غير سكرين ودوز الواتساب او مرحبا. ما تنساوش تاكدوا لينا من الدورات ديالكم، مش لشي دهاي بجاركم تماك تعرفيه شي واحد كتقضي عنده يقول لك غير الدوره شحال كتلبسي او مرحبا والف مرحبا باي تساؤل عندكم. حتى انا ما ديتيش غير تسائلي، نهار يجيب الله الرزق ويجيب الله التيسير وتبغي تاخدي تلقاي ما يعجبك وما ينال استحسانك. غنمشي لكم لهاد لالهم تعليقات، شوفوا الزين، شوفوا التباتة، شوفوا الرزانة، شوفوا بنت الناس، شوفوا شوفوا الغزالة كيفاش دايرة. هانتوما إلى لياتي، شوفوا شوفوا حجي راح.